هو الفاكتور هو الايفكت بتاع الملي امبير والملي امبير سكند. الملي امبير هو تيوب كارنت، الملي امبير سكند هو احنا بنحط التيوب كارنت ده لمده قد ايه في الوقت، يعني بنضرب التيوب كارنت تايمز الوقت. طبعا احنا بنتكلم كل ما حصل ان احنا خلينا الاكسبوجر بتاع الاكس راي مدته اطول، كل ما كان عدد الاكس راي فوتونز اللي طلعت كل ما كانت اكتر، وبالتالي طبعا نتوقع ان احنا لما بنعمل انكريز، لما بنغير الملي امبير او بنغير الملي امبير سكند، بيحصل بروبورشنال تشينج ان ذا امبليتيود اوف اكس راي ايميشن سبيكتروم ات اول انرجيز. يعني بدل ما كان هنا كده بنضرب ده في فاكتور بيبقى يعني مضروب في 2 مثلا، لو احنا عملنا دبلنج مثلا للملي امبير زي ما احنا موجود عندنا هنا كده. اوكي، فبالتالي بنتوقع من حاجه زي كده ان التوتال نمبر اوف اكس راي فوتونز اللي عند الكرنت الاكبر هتبقى يعني اكبر من الفوتونز الموجود عند الكرنت الاقل. وبالتالي بنقول ان احنا عندنا الايفكت بتاع الملي امبير او الملي امبير سكند، ان احنا بنزود عدد الفوتونز بشكل طردي. اوكي، وممكن نزود الملي امبير سكند، يا اما نزود الملي امبير يا اما نزود السكند. يعني ممكن يبقى عندنا 200 ملي امبير، لو عندنا الكيرف دوت لو بصينا عليه ال 200 ملي امبير، لو احنا ضربناها بدل يخلينا 200 ملي امبير زي ما هي، بس الوقت بقى اكتر، بقى عندنا بدل ما كان الوقت مثلا حاجه معينه بقى ضعف الوقت، هيطلع لنا نفس الزياده اللي حصلت لنا من ان احنا زودنا الملي امبير بس. فاحنا هنزود الملي امبير او السكند، اي واحده فيهم هتزود لنا التوتال نمبر اوف الكترونز او الكوانتيتي بتاعه الاكس رايز.